هذه الجامعة واحدة من بين 6 جامعات كورية تدرس اللغة العربية وقواعدها منذ قرابة 50 عاما. هنا في قسم اللغة العربية وجدنا الأستاذة يونغ كيونغ التي أخبرتنا عن سبب اهتمام الكوريين بلغة الضاد. وزارة التربية والتعليم الكورية قد اختارت اللغة العربية كمادة رسمية لتكون ضمن امتحان القبول بالجامعات، يعني بصفتها لغة أجنبية ثانية رسمية منذ سنوات، ولذلك يعني بدأ كثير من الطلاب الكوريين يعني يقبلون على دراسة اللغة العربية للمشاركة في امتحان القبول بالجامعات بصورة رسمية. وقبل ذلك طبعا في الأونة الأخيرة قد بدأت كوريا تشهد زيادة كبيرة وملحوظة في حجم تبادل ثنائي بين كوريا والعالم العربي. رافقنا الأستاذ يون إلى إحدى محاضراتها، فبدأ الاهتمام باللغة العربية واضحا عند الطلاب الذين يعتبرونها مدخلا لمستقبلهم. سمعت العربية من التلفزيون بالصدفة، لكن أول مرة سمعتها أحببتها كثيرا، يعني صوتها كانت جميلة. أنا شخصيا أعتقد أن اللغة العربية أجمل لغة في العالم، يعني بشكلها وصوتها والنطق يعني خاصة. الطلبة لم يكتفوا بدراسة قواعد اللغة العربية بشكلها الصحيح فقط، بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذي أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا ضالين، صدق الله العظيم. يجب أن نحفظ تقريبا 5 أو 6 سورات القرآن الكريم، مثل سورة الفاتحة، سورة الكافر، سورة الفلق، سورة الناس. الجامعة بدورها عمدت إلى إرسال الطلاب إلى الشرق الأوسط للتعرف على الثقافة العربية وزيادة الاحتكاك بالعرب.